خلينا نكمل اليوم شابتر 4 بارت 3. شرحنا أول حالة موجودة عندنا يا شباب في شابتر 4 بارت 3، إنه إذا كان عندي varying interest rate يعني على نفس الكاش فلو الانترست ريت مختلفة، حكينا كل ما اختلفت معي الانترست ريت بيعمل ستوب عند هاي النقطة وأغير الفاكتور. يعني هون حكينا الانترست ريت مختلفة، فبمشي من هاي النقطة لهاي النقطة، اختلفت معي برجع بعمل ستوب بمشيها لهون بعدين لهون بعدين لهون. فكل ما اختلفت معي الانترست ريت بدي اغير الفاكتور الموجود عندي او اغير قيمة الانترست ريت داخل هذا الفاكتور. هلا اخر حالة راح نحكي عنها في الشابتر 4 هي النومينال اند افكتيف انترست ريت. والنومينال اند افكتيف انترست ريت، فرضا انا اخذت قرض من البنك، فرضا انا اخذت قرض من البنك بقيمه 1000 دينار، والبنك بده يربح علي نسبه ربح 10% او خليها 12% بير يير في السنه. هلا على نهايه السنه إذا البنك ربح علي 12% على نهاية السنة، رح يربح علي 12% من الألف اللي هي إيش؟ 120، وبدي أرجع الألف، إذا شو أنا لازم أرجع؟ 1120. هاي إذا البنك ربح علي نسبة ربح 12% في السنة. هاي اللي هي الإفكتيف انترست ريت، هاي اللي احنا بنسميها الإفكتيف، يعني خلال السنة الإفكتيف، يعني خلال السنة ما هي نسبة الربح اللي راح يربحها علي البنك. هلا لو صار عندي الآتي، إنه البنك راح يربح علي 12% per year، يعني في السنة compounded monthly 12% في السنة compounded monthly، يعني البنك رح يربح علي 12% في السنة، ولكن مش رح يأخذهم مني على نهاية السنة، كل شهر رح يأخذ مني نسبة. أنا عندي 12% في السنة، كم شهر عندي في السنة؟ 12. إذن 12% على 12 شهر عندي في السنة، إذا هي تساوي 1% per month. هل هاي الحالة تعادل هاي الحالة؟ يعني إذا البنك لنهاية السنة أخذ مني 12%، هل تعادل إنه البنك يربح علي 1% في الشهر؟ في الشهر الواحد؟ هلا فرضا خليني أغير صيغة المثال عشان أصير شوي أوضح. إذا أنا حطيت في البنك 1000، إذا أنا حطيت في البنك 1000 والبنك بده يعطيني إياهم بعد سنة مع فوائدهم، إذا البنك أعطاني نسبة ربح 12% في السنة، إذا عند آخر السنة شو رح يعطيني؟ رح يعطيني 1200، اللي هي 1000 زائد 12% اللي هي 120، اللي هي 1120 عفوا 1120. هلا البنك نفس الحالة، أنا حطيت 1000 في البنك والبنك راح يعطيني نسبة ربح 12% في السنة، ولكن هاي هون راح يحكي لي compounded monthly، compounded monthly
يعني ما راح يعطيني ال 12% على نهاية السنة، راح يقسمها لأشهر. إذا كل شهر إيش راح يعطيني؟ 1% per month. هلأ راح أجي أنا هون على نهاية الشهر الأول، الشهر الثاني، الثالث، لحد ما أوصل لشهر رقم إيش؟ رقم 12. على نهاية الشهر الأول البنك راح يعطيني 1% من الألف، 1% من الألف اللي هي 10. فشو راح يصير عندي هون؟ 1010. هلأ هون البنك راح يعطيني 1% من 10 اللي هي 10.1. فالبنك أعطاني 10.1 وأنا موجود معي 1010. إذا هون شو راح يصير بحسابي؟ 1020.1. هاي هون عن نهاية الشهر الثاني، خليني أمسح هاي. هاي على نهاية الشهر الثاني، هاي على الشهر الأول بصير عندي 1010، على الشهر الثاني بصير عندي 1020. هلا الشهر الثالث حيعطيني البنك 1% من 1020 اللي هي 10.2. 10.2 زائد 1020 لحد الآن شو بصير بحسابي؟ 1030.3. هلأ باجي على الشهر الرابع راح يعطيني 1% من المبلغ الموجود في حسابي اللي هي بتطلع عندي 10.3. ال 10.3 زائد ال 1030 شو بتطلع عندي؟ 1040.6. إذا بدي أكمل وآجي عند آخر شهر بكون ال 1000 اللي أنا حطيتها مع كل الفوائد اللي أنا أخذتها هي 1061.52. هاي عندي الشهر السادس، هاي عندي الشهر السادس. إذا بدي أكمل لآخر شهر بيطلع عندي مبلغ معين، مش تقريبا 1026، 1026 أو 1126، 1100، هاي المبلغ 1126.83. إذا البنك أعطاني 12% على نهاية السنة، أنا راح أحصل على 1120. إذا البنك قسم لي إياهم كل شهر أعطاني 1%، إذا كل شهر رح يجي على المبلغ الأمام الموجود في الشهر اللي قبله ويعطيني 1%، هون على الشهر اللي أمامه، هون على الشهر اللي أمامه، وهكذا. إذا باجي على نهاية شهر رقم 12 بكون أنا جمعت 1126.8. هل الأرقام الموجودة عندي هون متساوية؟ غير متساوية. إذا نسبة الربح إذا البنك أعطاني إياها على نهاية السنة مختلفة عن لو قسم لي إياها على أجزاء من السنة، لأنه إحنا بنتعامل مع الكومباوند انترست ريت. حكينا الكومباوند انترست ريت، أنا بقسم الفترة الزمنية الموجودة عندي لفترات، كل زمن معين البنك بيعطيني من المبلغ الموجود في السنة اللي أمامها أو من الفترة اللي أمامها، هون من الفترة اللي أمامها، هون من الفترة اللي أمامها، لهيك حيكون عندي رقم مختلف. إذا أنا حطيت 1000 في البنك، بدي أشوف ما هو السيناريو اللي رح يتعامل فيه البنك. هل رح يعطيني أرباح على نهاية السنة أو رح يقسمها على فترات معينة؟ هلا هون الفترات الموجودة عندي هي الانيوال، الانيوال يعني كل سنة. لو أنا بدي أحكي عن السنة
فرضا أنا عندي سنة بس بدي أحط الألف، خلينا على نفس المثال، أنا بدي أحط الألف ونسبة الربح اللي هي 12%، بدي أحط ألف في البنك بنسبة ربح 12%. في عندي 6 حالات، إذا أنا حطيت الألف وراح يعطيني البنك 12% أنيولي، يعني على نهاية السنة، يعني هون على نهاية السنة راح البنك يعطيني 12%. سيمي أنيولي يعني مرتين بالسنة، يعني هون أنا حطيت الألف راح يجي البنك أول 6 شهور راح يعطيني 12 بقسمها لجزئين، هون راح يعطيني 6%، وعلى نهاية السنة يعني عند 12 شهر راح يعطيني 6%. فالسيمي أنيولي يعني راح أقسمهم على مرتين، فال 12% راح يعطيني إياها 6% كل 6 شهور. هاي الأنيولي، هاي السيمي أنيولي. الأنيولي راح يعطيني إياها مرة واحدة على نهاية السنة اللي هي 12%. السيمي أنيولي راح يقسم لي إياها لجزئين، فكل 6 شهور حيعطيني 6%. الكوارترلي، الكوارترلي يعني كل ربع سنة، يعني 4 مرات في السنة أو كل 3 شهور. فراح آجي هون أنا حطيت الألف، أول 3 شهور راح يعطيني ربع القيمة اللي هي 12 تقسيم 4، 3% عند 6 شهور راح يعطيني 3%، عند 9 شهور راح يعطيني كمان 3%، وعند 12 شهر حيعطيني إيش؟ 3%. إذن راح يقسم لي 12% على 4 فترات، كل ربع سنة حيعطيني 3% أو كل 3 شهور. باي مانثلي، باي مانثلي يعني كل شهرين، يعني هاي السنة أنا هون حطيت الألف بدي يعطيني كل شهرين، هاي أول شهرين 4 شهور، 6 8 10 و12، بقسم السنة لكل شهرين، وكل شهرين حيعطيني 12 على 6 اللي هي 2%، 2% كل شهرين. monthly يعني كل شهر، يعني حيعطيني 1%، 12 على 12 اللي هي 1% كل شهر. يعني هون المانثلي، المانثلي أنا بقسم السنة لا 12 شهر، هاي أنا حطيت الألف، بقسم السنة لا 12 شهر، 1 2 لعند 12، وكل شهر إيش حيعطيني البنك؟ 1%. ديلي يعني لأيام، يعني بدي أقسم السنة من يوم ل 365 يوم، وكل يوم إيش بدي يعطيني؟ بقسم ال 12 على ال 12%، بقسمها على 365. الصوت واضح يا شباب؟ في أي مشكلة؟ واضح واضح مهندس. طيب إذن الأنيولي يعني على نهاية السنة، البنك حيعطيني 12% على نهاية السنة، ما فيها مشكلة. السيمي أنيولي حكينا بدي يقسمها لمرتين كل 6 شهور، راح أجي عند أول 6 شهور يعطيني 6%، 6 شهور اللي بعدها حيعطيني 6%. أو في إشي بنسميه الإفكتيف إنترست ريت، اللي هي 1 زائد الآر على إم الكل تو ذا إم ماينس 1، هاي بسميها الإفكتيف إنترست ريت.
الإفكتيف إنترست ريت هي 1 زائد R على M الكل تو ذا M ماينس 1. يعني لو إجيت هون على السيمي أنيولي البنك حكينا راح يعطيني كل 6 شهور 6% اللي هي 12 على 2 6% كل 6 شهور. أو البنك بخليني لنهاية السنة، هاي السنة عشان ما تخربطوا، ولكن إيش بيعطيني على نهاية السنة؟ مش 12%، بيعطيني الإفكتيف إنترست ريت اللي هي 1 زائد الآر على إم، يعني الكمية كلها اللي أنا بدي أقسمها اللي هي 12 على كم سيمي أنيوال عندي في السنة؟ 2. يعني أنا قسمت الـ 12% على فترتين اللي هي السيمي أنيوال. السيمي أنيوال يعني 6 شهور، كم 6 شهور عندي في السنة؟ على مرحلتين، فهي الـ 12 على 2 طبعاً هاي 12%. كم سيمي أنيوال عندي في السنة؟ 2 ماينس 1. هاي راح تطلع عندي لو حليتها 12.36. إذن في السيمي أنيوالي إما البنك بيعطيني 6% كل 6 شهور، وهي تعادل أو إكويفلنت لإنه البنك يخليني على نهاية السنة، ولكن على نهاية السنة ما بيعطيني 12%، بيعطيني 12.36. هذول الحالتين إكويفلنت، إنه البنك يعطيني 6% كل 6 شهور إكويفلنت، يعني أنا بحصل على نفس قيمة الربح إذا البنك خلاني على نهاية السنة وأعطاني 12.36. هلأ الكوارترلي هاي الحالة، إما البنك كم كوارتر أنا عندي في السنة؟ 4 كوارترز، 12 على 4 إذا 3%، إما البنك بعطيني 3% كل 3% كل 3 شهور، أو البنك بخليني على نهاية السنة وبيعطيني 1 زائد الـ R على M الكل to the M ماينس 1. هاي سميناها الإفكتيف، الإفكتيف أو الإكويفلنت إنترست ريت اللي هي بتساوي 1 زائد الـ R على M، يعني كمية الربح كاملة اللي أنا بدي أقسمها على فترات، نسبة الربح كاملة اللي أنا بدي أقسمها على فترات اللي هي الـ 12% على كم فترة أنا بدي أقسمها؟ على 4 فترات، والإم لكم فترة أنا قسمتها؟ لأربعة. إذا حليت هاي القيمة راح تطلع عندي 12.55. إذا هون هاي الحالة الكوارترلي، إما البنك بيعطيني 3% كل 3 شهور، أو هاي الحالة إكويفلنت لأنه البنك يخليني على نهاية السنة، ولكن على نهاية السنة إيش بيعطيني؟ 12.55% بالمية. طيب خلينا نكمل. خليني أمسح اللي هون. الحالة اللي بعدها هي الباي مانثلي، يعني كل شهرين. كل شهرين حكينا أنا بقسم الـ 12 على كل شهرين، فبيطلع عندي كل شهر 2%، أو الواحد زائد R على M بحسبها الكل to the M minus 1، الواحد زائد الـ R على M يعني الكمية الربح كاملة 12، بدي أقسمها على كم by month، يعني على كم مرحلة؟ على 6 مراحل، هاي الـ power to the power M على 6 فترات أنا بدي أقسمها minus 1. هاي لو حليتها بتطلع عندي 12.62.
يعني إما البنك بيعطيني 2% كل شهر، أو البنك بيخليني على نهاية السنة، وعلى نهاية السنة إيش بيعطيني؟ مش 12%، 12.62. هلأ المونثلي هاي إما البنك بيعطيني 1% كل شهر، كل شهر بيعطيني 1%، أو بخليني على نهاية السنة، ولكن على نهاية السنة شو بدي يعطيني؟ 1 زائد R على M اللي هي 12%. لكم فترة بدي أقسمها؟ 12 فترة، لأنه عندي 12 شهر في السنة. To the M على كم فترة أنا قسمتها؟ 12 minus 1، فراح تطلع عندي 12.68. إذا إما البنك بيعطيني 1% في الشهر، أو بخليني على نهاية الشهر وبيعطيني 12، أو على نهاية السنة وبيعطيني 12.68. وآخر حالة ديلي، يعني كل يوم، إما البنك كل يوم بيعطيني 12% على 365 بقسمها هاي، أو بخليني لنهاية السنة وعلى نهاية السنة بيعطيني 12.75. واضح يا شباب؟ إذن أعيدهم بشكل سريع أو ملخص للي حكيناه. الأنيولي مرة واحدة على نهاية السنة، والبنك بيعطيني نفس القيمة اللي هي 12%. سيمي أنيولي على مرحلتين، كل مرحلة بيعطيني البنك 6%، أو بخليني لنهاية السنة بيعطيني إياهم مرة واحدة اللي هي 12.36 نسبة الربح. كوارترلي إما بقسمها على 4 مراحل، وكل مرحلة بيعطيني 3%، أو بخليني على نهاية السنة وبيعطيني 12.55. باي مانثلي كل شهرين، إذا بقسمها على 6 مراحل، كل شهرين، وكل شهرين بيعطيني 2%، أو على نهاية السنة بيعطيني 12.68. المونثلي يعني كل شهر، فأنا بقسمها ل 12 شهر من 1 ل 12، وكل شهر بيعطيني 1%، أو بخليني على نهاية السنة وبيعطيني 12.68. وآخر واحدة اللي هي كل يوم، إما كل يوم بعطيني 12% على 365، أو بخليني على نهاية السنة وبيعطيني على نهاية السنة 12.75. فأنا عندي الـ effective interest rate، وعندي الـ nominal interest rate. الشغلة الوحيدة بدي تميزوا بينها الـ R على M هي المبلغ كامل اللي أنا بدي أقسمه، يعني 12% على 2 أو على 3 أو على 4 أو على 5، هاي الـ R على M هو المبلغ كامل. طب مهندسة، الـ R السمول هي نفس الـ I القديمة؟ انسولي هاي المصطلحات، انسولي إياها. هلا أنا بدي أعطيك مصطلحات تميز إيش اللي أنا معطيك إياه. لو حكالي 12%، هلا أنا عندي هذا الكاش فلو. حكينا الكاش فلو هي فترات زمنية أنا بقسمها، يعني هاي الزيرو وهون أنا قسمتها لفترات زمنية. كل فترة موجودة عندي، كل فترة موجودة عندي، إذا أنا بدي أمسك هاي الفترة وأقسمها، إذا بدي أمسك هاي الفترة وأقسمها، الفترة الكبيرة هي الإفكتيف، والفترات الصغار هي النومينال. يعني إذا أعطاني 12% في السنة، و أو أعطاني 12% per
year compounded monthly. فرضا إذا أنا بدي بالشهر أو أعطاني 1% per month، يعني هاي المصطلحات اللي راح يعطيك إياها في الغالب، إما 12% per year أو طبعا إحنا بنحكي عن 12%، ممكن تكون 10 5 7، بس إحنا مسكنا 12% وبنشرح عليها، يطبق على كل حالات الانترست ريت اللي إحنا بنحكي. ممكن يحكي لك 12% في السنة per year أو 12% compounded monthly أو 1% per month. 12% per year يعني هو بده يعطيني 12% على نهاية السنة، يعني هاي الإفكتيف انترست ريت، يعني نفس اللي كنا نشرح عليه زمان عادي بيجي على نهاية السنة وبيعطيني 12%. هلأ إذا حكالي 12% compounded monthly، يعني هو حيعطيني 12% لكن ما رح يعطيني إياهم دفعة واحدة، compounded يعني رح يقسمها أو يجب تقسيمها، رح يقسمها لأشهر. إذا أنا عندي 1% per month أو في الشهر. كلمة compounded وين ما شفتوا كلمة compounded يعني هاي رح يقسمها، بشوف شو رح يقسمها. إذا حكالي monthly يعني لأشهر، إذا حكالي quarterly يعني كل ربع سنة، إذا حكالي semi-annually يعني كل 6 شهور، daily كل يوم. فكلمة compounded يعني إنه لازم يقسمها. 1% per month يعني هو قسمها جاهزة، أعطاك إياها جاهزة، يعني 12% قسمها على 12 شهر وأعطاك إياها جاهزة اللي هي 1% per month. إذا أعطاني كلمة per month year 2 years 3 years، إذا هي مقسومة جاهزة، راح أستخدم نفس القيمة. كلمة compounded يعني أنا لازم أقسمها، كلمة compounded لازم أقسمها. يعني إذا كانت عندي هاي الحالة أعطاني 12% per 2 years، فهاي الكاش فلو الموجود عندي هون رح يعطيني كل سنتين مش كل سنة. إحنا حكينا إن هي number of events، يعني مش شرط تكون عندي إن بالسنين، ممكن تكون بالأيام بالأشهر بالساعات، كل ساعتين كل سنتين عفوا، كل 4 سنين كل 6 سنين. فهون هو أعطاني 12% لكل سنتين، إذا كل سنتين بده يعطيني 12%، هون 12% هون 12%. إذا حكالي 12% per 2 years compounded semi annually، semi annually يعني على كم مرحلة أنا بقسمها؟ على مرحلتين. إذا رح يعطيني 12% بما إنه حكالي compounded، يعني ما رح يعطيني إياها مرة واحدة، رح يقسمها لكم فترة؟ بدي أقسمها لفترة فترتين، إذا رح تكون عندي 6% كل السنتين لما أقسمها لفترتين، يعني شو بتعطيني؟ تعطيني سنة. إذا هو رح يعطيني هاي الزيرو، رح يعطيني كل سنة 6%، هاي 6%، هاي 6%، وهكذا كل سنة 6%. إذا فير وأعطاك هون فترة زمنية، إذا هي مقسومة جاهزة، هاي فترة زمنية. إذا أعطاني بير وفترة زمنية معينة، إذا هي مقسومة جاهزة. إذا حكالي كلمة compounded يعني لازم أقسمها، وبشوف لكم فترة أنا لازم أقسمها، هل بدي أقسمها لمرحلتين 3 مراحل 4 5 6، بشوف عدد المراحل اللي أنا بدي أقسمها.
طيب خلينا نشوف examples. Credit card company charge an interest rate 1.375 per month. Per month. حكيت لكم إذا أعطانا كلمة pair وأعطاني فون فترة زمنية إذا هي مقسومة جاهزة. إذا أنا عندي أشهر 1, 2, 3 هاي أشهر مش سنوات. كل شهر إيش حيعطيني 1.375. اللي طالبوا مني هون الإفكتيف. شو يعني الإفكتيف؟ الإفكتيف يعني أنا بدي أحولها لفترة زمنية أكبر. النومينال الفترة أو الكومباوندد انترست ريت هي الفترات، الكومباوندد هي الفترات الصغيرة، والنومينال أو الإفكتيف هي الفترات الكبيرة. إذا أنا عندي 1.375 per month، بدي أوجد الإفكتيف اللي هي الفترة الكبيرة. شو الفترة الكبيرة الموجودة عندي؟ اللي هي في السنة. يعني أنا بدي أشوف بالسنة الـ 1.375، إذا البنك أعطاني 1.375 كل شهر، ماذا تعادل لو بده يخليني على نهاية السنة، وعلى نهاية السنة يعطيني 1.375 أو يعطيني نسبة كاملة. هلأ ممكن في طالب يحكي إنه البنك بعطيني 1.375 وأنا عندي 12 شهر في السنة، إذا هاي راح تطلع عندي 16.5%. هذا الحكي مرفوض تماما، لأنه أنا بحكي عن الكومباوند انترست ريت. الكومباوند انترست ريت كل فترة بتعتمد على الفترة الموجودة أمامها. فإني أضرب إنه البنك بعطيني 1.375 في الشهر، إذا بضرب ب 12 شهر حيعطيني 16.5، هذا خطأ. كيف أنا بدي أوجد الإفكتيف انترست ريت؟ اللي هي 1 هاي الإفكتيف، هيك بسميها I الإفكتيف اللي هي بالسنة، 1 زائد الـ R على M الكل to the M minus 1. هاي 1. الـ M اللي هي أشهر، كم شهر أنا عندي في السنة؟ 12. هلأ الـ R على M هاي اللي ممكن تخربطوا فيها، حكيت هي القيمة كاملة بدي أقسمها لكم فترة. القيمة كاملة بدي أقسمها على عدد الفترات. يعني أنا عندي الـ 1.375 هاي مقسومة جاهزة per month. لما يعطيني per هي مقسومة جاهزة، فالـ R على M كلها 1.375 هي مقسومة جاهزة، الكمية كاملة أو المبلغ كامل قسمته لأشهر فأعطاني هاي القيمة. فال 1.375 هي الـ R على M. لو أعطاني مثلاً 16% per year compounded monthly. compounded يعني هو لسه ما قسمها، أنا بدي أقسمها، فبتكون الـ R على M هي 16% على كم شهر عندي في السنة؟ 12. هاي الـ R على M. بس هون بما إنه حكالي per month يعني بالشهر الواحد، إذا هو قسمها جاهزة موجودة معي، فالـ R على M هاي كلها هي الـ 1.375. انتبهوا لها هاي الشغلة. compounded يعني لسه ما قسمها، أنا اللي بدي أقسمها. إذا أعطاني per year per month per semi annual per quarter إذا هي مقسومة جاهزة.
اذا اي الافكتيف هي 1 زائد ار على ام، لاحظوا اللي هي 16.5 على 12 او مباشره ايش اللي هي 1.375 تو ذا ام. كم شهر عندي في السنه؟ 12 - 1، فراح تطلع عندي 17.81. إذا البنك أعطاني 1.375 بالشهر تعادل أو equivalent، لأنه البنك يخليني على نهاية السنة، وعلى نهاية السنة يعطيني 17.81 وليس 16.5، لأنه أنا بحكي عن الكومباوند انترست ريت وليس عن السيمبل. الإكزامبل اللي بعده، suppose that 100 lump sum amount is invested for 10 years. يعني أنا استثمرت 100 دينار لمدة 10 سنين at nominal interest rate 6% compounded quarterly. How much it is, or is it worth at the end of the 10th year? هلا آي حكالي عنها 6% compounded quarterly. في البداية quarterly، شو يعني quarterly؟ يعني على كم مرة أنا بدي أقسمه في السنة؟ شو يعني الكوارتر يا شباب؟ معنى؟ صوتي واصل؟ معك مهندس. طيب شو يعني كوارتر؟ يعني الفترة كلها بنقسمها الربع، ربع الفترة. كوارتر ربع الفترة. إكسلنت. الكوارتر هو ربع السنة. إذن 6% هاي أنا بدي أقسمها على كم مرحلة؟ على 4 فترات. كل فترة شو راح يعطيني؟ 6 على 4 اللي هي 1.5. 1.5. 1.5 per quarter. راح أقسمها على فترات، كل فترة راح يعطيني 1.5. طيب إذا I بما إنه حكالي compounded، إذا لسه مش مقسومة، أنا بدي أقسمها، فبقسمها 6% على 4، إيش تطلع معي؟ 1.5% per quarter. هلأ حكينا قبل محاضرتين أو 3 محاضرات، أنا عندي 100 بدي أضعهم لمدة 10 سنين، ولكن حكينا لازم تكون وحدة I هي نفسها وحدة N. لما قسمت 6% على quarters، إذا I 1% per quarter، لكل ربع يعني لكل 3 أشهر، لكل ربع تطلع 40 شهر. إكسلنت إكسلنت. إذا هون I 1.5% للكوارتر. إذا بما إني حكيت بير كوارتر، إذا إن لازم تكون بنفس الوحدة اللي هي عدد الكوارترز. السنة الواحدة فيها 4 كوارترز، العشر سنين كم كوارتر فيهم؟ كم ربع سنة؟ 10 في 4 وتساوي 40. إذا راح تصير عندي إن أو الآي 1.5% والN 40 كوارتر. إذا هون أنا بوجد F، المبلغ اللي أنا بجمعه F بتساوي الـ P اللي هو المبلغ اللي أنا حطيته 100 في الـ F given P I 1.5% per quarter وN 40 كوارتر. هاي الـ I per quarter وN 40 كوارترز. لازم تكون وحدة I هي نفسها وحدة N. بما إنه I موجودة عندي في الكوارترز، إذن لازم N تكون في الكوارترز. أنا عندي 10 سنين، العشر سنين كم ربع فيها؟ اللي هي 10 في 4 وتساوي 40. هلأ لو بدي أحلها بالسنين، ما بدي أحلها بالكوارترز، يعني بدي إن تكون 10 سنين. هاي المية أنا حطيتها
بدي أشوف بعد 10 سنين بدي أستخدم إن 10، ما بدي أستخدم الكواركترز، شو بعمل؟ يعني سنتين ونص، 6% سنتين ونص تقريباً. لازم تكون، بما إني بدي إن بالسنين، لازم تكون آي في السنة. هلأ آي معطيني إياها compounded، وحكينا كلمة compounded يعني لازم أقسمها. إذا بدي أحولها لسنة شو بصير اسمها؟ آي الإفكتيف تساوي 1 زائد R على M الكل to the M minus 1. الـ R على M ماذا تساوي؟ حكينا القيمة كاملة لكم فترة راح أقسمها؟ القيمة كاملة هي 6، راح أقسمها لكم فترة؟ لأربع فترات اللي هي quarters، والام هاي هي الأربعة. لو أوجدتها راح تطلع عندي قيمة I هي 6.14% per إيش؟ per year في السنة. 6.14 per year. إذن بحكي إنها F بتساوي P اللي هي 100 في F given P عند I تساوي في السنة 6.14، وكم سنة عندي؟ 10 سنين. إذن إما بحول I ل per quarter و N number of quarters، أو بحول I لسنة وبخلي N عدد السنين. في كلتا الحالتين رح يعطيني نفس الفاينل آنسر، رح يعطيني نفس الفاينل آنسر. مهندسة؟ لو بدي استخدم مثلا الانترست ريت اللي هي 6%، بس بدي اقسم الفترة كلها على 4 كوارتر، يعني بدي اخليها كل سنتين ونص، طلع 6% نفسها ولا بتغير؟ عيد سؤالك. بس على الفترة صار 10 سنين استخدم 6% نفسها مش غير. بس الفترة 10 سنين بغيرها 6%. بدي اخليها كل سنتين ونص 6%. حكينا الكومباوندد. هلا شوفوا نهايته الانترست ريت اللي معها كلمة compounded لا تستخدمها بالحل ولا بأي وسيلة من الوسائل. الانترست ريت اللي جنبها كلمة compounded هاي مباشرة بشطب عليها، ما بستخدمها نهائيا، يعني هاي 6% نهائيا أنا ما بستخدمها. هاي إما أنا بستخدم إذا بدي أستخدم N تساوي 40 كوارتر أو N تساوي 10 سنين. إذا استخدمت 40 كوارتر إذن بتكون I 1.5% اللي هي 6/4. إذا استخدمت 10 سنين بتكون الإفكتيف اللي هي 6.14% اللي هي الإفكتيف أو المعادلة لـ6% في السنة. فحتى ما تخربطوا أي interest rate compounded هاي ما بستخدمها بالحل، إما بقسمها وباخذ عدد الفترات الأكبر، أو بوجد الإفكتيف وباخذ عدد الفترات الأقل. واضح يا شباب؟ طيب خلينا نشوف كمان مثال. Stan Moneymaker has loan bank for 10,000. يعني شخص أخذ قرض من البنك بقيمة 10,000. هاي 10,000 to pay for his new truck. This loan is to be paid in equal end of month installments for 5 years. يعني راح يرجعها على دفعات شهرية متساوية لمدة 5 سنين. إذن كم دفعة راح يرجع للبنك؟ دفعات شهرية متساوية لمدة 5 سنين. هاي 5 سنين، كل سنة عندي 12 شهر، إذن إيش بتطلع عندي؟ هاي تطلع 60 شهر، 60 months. الانترست ريت حكي لي عنها 12% compounded monthly. هلا في البداية حكي لي إنه شخص أخذ قرض بقيمة 100,000 أو 10,000 بدي يرجعه على دفعات شهرية متساوية.
هل بزبط انه انا احل هذا السؤال بالسنين؟ يعني انه الشخص ما بده فرضا انه يدفع للبنك كل شهر، يروح على نهاية السنة ويعطي مبلغ معين للبنك على نهاية السنة، هل بيزبط؟ ما بيزبط. وهو سائلني شو المونثلي بيمنت، يعني كل شهر ما هي الدفعة اللي أنا بدي أدفعها. هو سائلني عن المونثلي بيمنت أو ما هي الدفعة اللي أنا بدي أدفعها كل شهر. إذا ما بزبط إني أحله بالسنين، بدي أحله بالأشهر. إذا أخذ 10,000 بدي أرجعهم على دفعات شهرية متساوية، بدي المونثلي بيمنت. قيمة القرض هي البي البريزنت فاليو، بدي أرجعه على دفعات شهرية متساوية. هاي الدفعات الشهرية المتساوية أنا إيش بسميها يا شباب؟ قيم متساوية ومتكالية. الآني والإكسلينت، هاي قيم متساوية ومتتالية اللي هي الأنيوال. فأنا عندي P وبدي أوجد A. هلأ إن حكينا هي الأقساط الشهرية اللي بدي أرجعها اللي هي 60 شهر. هلأ بدي I بالأشهر تكون وحدتها. حكينا أي interest rate معها كلمة compounded هاي ما بستخدمها بالحل نهائيا، إما بقسمها للفترات الصغيرة أو بوجد الإفكتيف إلها وبستخدمها مع الفترات الكبيرة. شو الفترة الصغيرة الموجودة عندي؟ الأشهر. إذا أنا بقسم 12% كم شهر عندي؟ 12 شهر، فراح تطلع عندي 1% per month. كلمة compounded إذا انسوها، إما بقسمها للأجزاء الصغيرة أو بوجد I الإفكتيف للفترة الكبيرة. إذا أنا عندي 12% بقسمها ل 12 شهر فراح يطلع عندي 1% per month. إذا أنا عندي P بدي أوجد A، فـ A بتساوي الـ P في الـ A given P I 1% في الشهر و N 60 شهر. هاي 1% per month و N 60 month. بحلها رح تطلع معي كل شهر أنا لازم أرجع للبنك 222. واضح يا شباب؟ طيب خليني بس شرحنا إكزامبل المرة الماضية عن ماشين. السؤال اللي حليناه وحكينا عندي ماشين اشتريتها بقيمة معينة، فرضا اشتريتها بألف وكل سنة هاي 4 5 6 خلينا 12 سنة فرضا 9 10 11 و12 خلينا على 12 شهر. حكينا كل سنة بيجيني فرضاً 500 وبدفع منهم 200. هاي حكينا هي عبارة عن إيه؟ لأنها بتيجيني كل سنة وبدفع منها 200. كانت عنا واحدة من الحالات إنه أنا كل 4 سنين بدفع صيانة 150. هاي 150 وهاي عند 8 150 وهاي 150 وكان عندي الكاش فلو 20. يعني هاي عند 12 عند 16 وعند 20 كان عندي 150. هلأ بدل أنا بدي أرجعهم للزيرو، هاي 150 وهاي وهاي، بدل ما أحتاج لخمس معادلات ممكن أحسبهم إيه؟ مش أنا كل 4 سنين كل 4 سنين عندي نفس القيمة، إذا ممكن أعتبرهم A، ولكن A مش على سنة، A كل 4 سنين.
كل 4 سنين بصير عندي نفس الحدث. حكينا إيه هي قيم متساوية ومتتالية، مش شرط تكون عندي كل سنة، ممكن كل 6 شهور، كل ساعة، كل 2 أسبوع، كل 2 سنين، كل 4 سنين. فأنا كل 4 سنين عندي 150، ممكن يكون هذا الكاش فلو لمية سنة. يعني بدي يعني 25 مرة أنا أحسب البي من أف فما بزبط، فبعتبرها إنها إيه هاي 150، بعتبر إنها إيه، ولكن إيه مش على سنة واحدة، كل سنة، كل 4 سنين. بما إني أوجدت إيه كل 4 سنين، إذن آي شو لازم تكون لكل 4 سنين نفس القيمة، لازم تكون لكل 4 سنين. يعني إذا معطيني، إذا كان معطيك في السؤال I تساوي 5% في السنة، I تساوي 5% في السنة، إذن I في 4 سنين ماذا تساوي؟ اللي هي I الإفكتيف. حكينا الإفكتيف للجزئية الأكبر، أنا بدي أحول من سنة ل4 سنين، فI الإفكتيف هي للجزئية الأكبر. 1 زائد R على M اللي هي مقسومة جاهزة 5% في السنة. 4 سنين كم سنة فيها؟ 4 minus 1. فبطلع I في 4 سنين ماذا تساوي، وبستخدم N 4 سنين وبحلها على أساس إنها إيه. واضح الحل يا شباب؟ حدا ما فهم هاي الحالة؟ عندي I في السنة، I بال4 سنين ماذا تساوي؟ بوجد الإفكتيف، 1 زائد R على M، 1 زائد R على M الكل to the M minus 1. في البداية M 4 سنين كم سنة فيها؟ 4. R على M الفترة كاملة اللي أنا بدي أقسمها، إذن أنا مقسومة عندي جاهز اللي هي في السنة، في السنة هي 5%، إذن هي مقسومة جاهزة. أو في طالب ممكن يحكي الـ R على M، أنا عندي بالسنة 5، إذن بال4 سنين 20، على كم سنة عندي في 4 سنين؟ 4، هاي نفسها اللي هي 5%. فبوجد قيمة I في 4 سنين وإن كل 4 سنين. هلأ كم A عندي، كم N عندي هون؟ كل 4 سنين، 1 2 3 4 5. 20 سنة كم 4 سنين فيها؟ 5، وI في 4 سنين. واضح يا شباب؟ حدا عنده أي سؤال للي شرحناه لليوم؟ أي سؤال؟ طيب لهون إحنا بنكون خلصنا chapter 4 اللي continuous interest rate، مش راح نشرح لكم إياها، خليكم معي شوي يا شباب. هلا في شغلة مهمة جدا، الكويز راح يكون عندكم يوم السبت القادم يا شباب.